حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.